لست رساما، لكنني حين أرسم شفتيها وألونهما بأحمر الشفاه تنحني غصون وجعي طربا، وتحترق في السماء نجمة لا تضيء. أرقبها الآن. اليوم في منطقة الغابات في مدينة الموصل الحبيبة تم عقد ندوة بعنوان نينوى نبض قلوبنا، وهذه الندوة يعني جميلة جدا وضمت مجاميع كثيرة من الفرق الطوعية التي عملت في مدينة الموصل ابتداء من تحرير وانتهاء من تحرير مدينة الموصل. يتم خلال هذه الندوة التكريم للرؤساء أو المنظمات أو الفرق التي عملت في محافظة نينوى، إنها الفرق التطوعية التي طالما تعبت ومن أجل تنظيف ومن أجل إعداد الحالة النفسية لأهالي محافظة نينوى. سنقيم الدورات والندوات وخاصة دورات التنمية والتطوير خدمة للشباب وللطلبة حتى نصل لواقع مدينتنا ورقيها كباقي البلدان. تقوم جمعية الأحمرات بدعم فئة الشباب من الشعراء وأيضا الفرق التطوعية تقوم بتوزيع الهدايا لهم، وهذا يأتي استكمالا لبرامج قسم الشباب في الجمعية الخاصة بنشر ثقافة التعايش السلمي وروح التسامح، خصوصا مدينة الموصل الحدباء التي هي بأمس الحاجة لمساعدتنا ولتواجدنا.